السلام عليكم المشاهدات المشاهدين. هلنا غندير معكم باستيل حلوات، تبعوني حتى الاخر. الطريقه اللي غندير له هي عندي 250 غرام تاع الزبده، ماشي هذيك نتاع ضوء الشمس، ديك نتاع العبار. هاد المغرب كتكون نتاع العبار، هنايا كتكون هنايا نتاع القوى الصغاري، كتكون في ميركادونا ليدل فين ما مشيتي كتكون كتخرج احسن من الاخرى مانغارينا. ندير فيه 250 غرام. غادي ندير قبسة خميرة حلوة، ندير واحد الباني، غادي ندير كاس السكر. الا بغيتو الحلاوة ما بغيتوش الحلاوة بزاف، نقصو بالسكر. نديرو كاس زيت العلبة ما معمرش، غير نصو. ندير خمسة صفر البيض، ماشي بكلشي البيض، ديري غير ديرو غير الصفر. وغادي نديرو هاد الزبدة هنايا، وغادي هاد الحلوة غادي نخدموها غير مايزينا، غادي نجمعها غير مايزينا، ما نديروش الدقيق. الا بغيتو الدقيق ديرو غير واحد جوج معلقات ولا ثلاثة د المعلقات الا بغيتو تزيدي الدقيق. انا غنجمعها غير مايزينا، تبعوني حتى الاخر. غادي ندير هاد السكر مع هاد الزبدة حتى يولي كريمي، مع هاد الباني عاد نزيدو عليه البيض، ونزيدو عليه الزيت، ونزيدو عليه الخميرة د الحلوة. بسم الله نبداو حتى يولي كريمة كامل، عاد ديرو عليه البيض. كنشكر كاع اللي كيتفرج فيا، كنشكر كاع القنوات اللي دخلوا عندي، كنشكرهم بزاف كاع اللي دخلوا عندي، لا القناة الصغيرة لا القناة الكبيرة. اللي بغى يدخل عندي يدخل عندي، يديروا الزراج باش يبقى يفرج فيا الفيديو اللي غندير، غيدخل عنده. وانا اللي دخل عندي ثانيه راه كندير له ابوني، نديروا لايك نفرج فيه. نتمنى كاع القنوات اللي دخلوا عندي، كنشكرهم بزاف كاع، نتمنى يطلعوا كاع الدولات اللي دخلوا عندي، راني ما قدرتش نقول كاع السميه ديالهم. كنتمنى نفهمهم كل واحد دو الهضره ديالو، كل واحد والنهجه ديالو د الهضره. ايوا الا ما فهمتونيش سمحوا لي. دابا غنديروا هذا السكر وهذا الزبده حتى يولي كريمه، وغادي نزيدوا عليها البيض. دابا غادي نزيدوا البيض، دابا غادي نزيدوا عليه داك الزيت، ودابا غنبقاو نديروا مايزينا ونجمعوا. دابا غادي نزيدوا الخميره د الحلوه، كتجي بنينه ها الحلوه، كتعجب للدراري تعجب. هي دابا هذاك العجينه راها جمعناها، شوف كي خرجت، ما خرجت قاسحه ما جاريه. خص تجي في هذا هالقهوه، ما ديروهاش قاسحه ما ديروهاش جاريه. راه هزتني جوج بهذا فيهم 400 غرام، ها هي راه شات شويه، شات شويه ما درتهاش كاملين، جوج قوابس فيهم 400 غرام. ودابا ما بغاو تكوروها، غادي ديروا لها غير هكا وتحطوها في الصينيه، ما تعبزوا عليها ما والو، هي راه كتكبر راسها. وتبقاو تحطوا في الصينيه، يكون الفران ديالكم يكون حامي، من ديروا الحلوه ديالكم نقصوا لها ما تعطيولوش الجهد.
هكا نتبعوها هكا، ما تكبروهاش بزاف، ما يديروها في الفران كتكبر راسها. ها كتجي بنينه، كتعجب للدراري. عندي الفران دابا راه حامي، من غادي تدخلوها الفران نقصولها، ما تعطيولهاش الجهد بزاف. وحضيوها ها، بقاو توسعوها في اللاطة، ما يديروها في الفران راه كتكبر. ها شتو، ما ديروهاش وحدة قدام وحدة. نزيد معكم هذه، والمهم حطها طيب ونرجع معكم. هيا دابا طايبه، راه حنا خرجناها في الفران، شتو كي خرجت. هيا دابا الحلوه راه حنا طيبناها، ها هي بردت شويه، ودابا غادي تبعوا الطريقه اللي غنديرو. غنجيبوا الميكا، الميكا هنايا احسن تكون منقيه، تكون جديده، وغادي نديرو هاد السيرياليس. كيبان لكم هاد السيرياليس اللي غنديرو، اللي فيه السكر ماشي اللي مسوس، هذا اللي غادي نديرو. غنديرو هنايا في الميكا، كديرو في الميكا راه كيجي ساهل الخدمه، احسن من الطبسيل. غادي نشدوه نديرو الور هكا، ماشي نطحنوه، غنهرمشوه غير هكا حتى يتهرمش. وغادي نديرو الشيكولاتي البيضه، غادي نديروها في الكاسرونه، غادي يذوب الشيكولاتي. ما نعطي لكمش العبار، مش غتهز لكم داك الحلوه. غادي نحلوها ونديرو فيها شويه الزيت، واحد المعلقه د الزيت، وغنديروها كتب نديروها على البوطات الدوب، وغادي نرجع معكم. هي دابا الشيكولاتي ذوبناها وعدلناها، درنا فيها شويه الزيت، ودابا غادي نهزو الحلوه ديالنا نغطسوها. ديروا لها غير هكا، تطيحوا لها داك الشيكولاتي هكا. علاش درنا هاد الميكا؟ باش ما نقيسوش اليد ديالنا كاع بالشيكولاتي. الميكا باش نوري لكم الطريقه اللي غديرها، كتجي ساهله. هاد الحلوه كتخرج بنينه وكتعجب للدراري، غير جربوها. هي راه كتخرج بنينه بالشيكولاتي البيضه، ماشي بالشيكولاتي الكحله. احسن نديروها بالبيضه احسن. نشدوها كامله نديرو لها هكا في الشيكولاتي، تنساليوها. انا وريتكم علاش درتها على الميكا هنايا، علاش كتجي سهله، ما نقيسوش كاع يدنا كاع. ديروا لها غير هكا هكا، كتجي معدلة، متقيسوش كاع راسكم بالشيكولاتي. من بعد غديرو لها هكا وديروها في الكواغط. غنتبعوها هكا حتى نكملوها كامله.
هي دابا داك الحلوه راه حنا ساليناها، شوفوا كي خرجت. انا واخا كندير لها الشيكولاتي راني كندير وحده على وحده، ما تخافوش غادي تلصق لكم. نتمنى ان شاء الله تكون عجبات لكم، راها كتخرج بنين، كتجي زوينه، كتعجب للدراري. نتمنى ان شاء الله تعجب لكم. ايوا الى عجبت لكم تشاركوا معايا ونتشارك معاكم كاع القنوات. اللي بغى يدخل عندي يدخل عندي، لا القناه الصغيره لا القناه الكبيره. ايوا الى عجبت لكم الفيديو ديالي، هذا الحلوه اللي حضرت معكم، هذا باستير، ديروا لي ابوني وديروا لايك، اكتبوا لي في التعاليق وصيفطوه للاصدقاء ديالكم. والسلام عليكم حتى الفيديو المجي ان شاء الله.